أرجع مرة تانية أبارك طبعا للمهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة والأمين العام المساعد للجنة الأولمبية المصرية، واللي تم اختياره نائب رئيس رابطة NBA أفريكا ورئيس مكتبها في قارة أفريقيا، اللي تواجده في المنصب ده في الحقيقة شرف لينا كلنا كمصريين ومهمة كبيرة أكيد بنتمنى ليه التوفيق. ألف ألف مبروك اختيار حضرتك في المنصب، وأكيد بنتمنى لك التوفيق. وخلينا نقول ملاعب الأبطال كان وشها حلو على حضرتك. مجرد ما حصلت المداخلة تاني يوم حصل الإعلان، الحمد فكان لله. اسمه حلو على الإعلان. الحمد لله. نشوف بقى بعد المداخلة دي المنصب التاني إن شاء الله هيكون إيه. لا لا، نعمل بس حاجة إن شاء الله. كابتن محمد احنا بنبارك لك وحضرتك قدها وقدود، ان شاء الله تكون اضافة كبيرة للمنصب الجديد وتقدر تفيد الرياضة المصرية على رأسها طبعا كرة السلة المصرية. في البداية كده حابين نعرف منك ايه دور مكتب الرابطة في القاهرة؟ الأول على يعني على لعبة كرة السلة المصرية، شرف كبير إن NBA أفريكا واللي هي جزء من الرابطة الـ NBA الأوريجينال الأم في أمريكا إنها تختار مصر في شمال أفريقيا، أول مكتب في شمال أفريقيا، رابع مكتب في أفريقيا. الهدف الأساسي هو انتقاء اللاعبين واختيار المواهب اللي ممكن توصل انها تلعب في الـ NBA، ويتم تطبيق مثال زي محمد صلاح. الهدف نشر الشعبيه بتاعت لعبه الـ NBA او الجيم بتاع الـ NBA بصفته اهم، يعني كره السله والـ NBA تحديدا هو جلوبال ترند، الناس كلها بتتفرج عليه والناس كلها بتتابع. ف اهتمام NBA بالاستثمار والانتشار في افريقيا، لان في لعيبه كتيره جدا طالعه من افريقيا بتلعب في الـ NBA، حوالي 50 لعيب من اللعيبه اللي موجوده حاليا في الدوري الامريكي الـ NBA الاوريجينال اللي في امريكا، 50 لعيب يا اما من افريقيا او من دول افريقيه، وبالتالي افريقيا هي الكنز او المنبع اللي ممكن يلاقوا منه لعيبه كبيره جدا تضيف لشعبيه اللعبه. الناس كلها بتتفرج، احنا كلنا شفنا ليفربول قبل وبعد محمد صلاح بالنسبه لمصر، وبرضه نفس المبدا يتم تطبيقه على كره السله الامريكيه، قبل وبعد ان شاء الله اكتشاف لاعب او اكثر يطلعوا من عندنا هنا من مصر ويتم انضمامهم للـ NBA. طبعا احنا بنتكلم كده انتقاء واختيار نشر الشعبيه، نتكلم برضه على متابعه ومساعده بطوله انديه افريقيا البي ال في نشاطها اللي ابتدى داخلين على الموسم الثالث السنه الجايه، الموسم اللي جاي ده الموسم الثالث ان شاء الله. النادي الاهلي بيمثل بطل مصر، بيمثل مصر في البطوله، فده هدف ثالث. الهدف الرابع ان عايزين نرجع اللعبه، وفي برامج في خطط لهذا في المدارس من سن صغيره جدا عشان ترجع لعبه السله وتاخد شعبيه اكثر من الموقف اللي عليه. فطبعا في الاخر المصلحه مع اتحاد كره السله. حضرتك اشرت ان انا نائب رئيس الاتحاد المصري وامين عام اللجنه الاولمبيه، طبعا ده سابقا لان انا خلاص اعتذرت عن استكمال مهمتي في الاتحاد المصري، لكن المصلحه واحده، الهدف واحد، اكيد هي نشر الشعبه او اللعبه. طيب هل كانت في منافسه على شغل المنصب ده ولا تم الاختيار ازاي واسناد المهمه لحضرتك؟ كان في منافسه، يعني الـ NBA بيبص من منظور بيزنس، احنا هنروح نعمل ايه هناك؟ هل احنا لو عملنا استثمار وابتدينا ننقل خبراتنا والمعرفه، يعني بيقولوا عليها نوليدج ترانسفير، انا هنقل المعرفه بتاعتي والمعلومات بتاعتي وطريقه الاختيار وطريقه الانتقاء وطريقه التدريب، هل الكلام ده هيساعدني ان انا الاقي اللعيبه؟ فبنتكلم بطريقه اقتصاديه شويه، فده كان الاساس بتاعها، الخبره العمليه للمرشح يعني لشغل هذا المنصب، وبعدين الحمد لله الخبره الرياضيه اللي توفرت فيا الحمد لله كانت ليها شويه عمل الترجيح، لكن كان فيها منافسه عنيفه. الو كابتن محمد حضرتك معايا؟ معاكي هو معاكي الصوت بس حضرتك، بيقطع.
ممكن. طيب طيب تمام، انا بس حابه برضو اعرف من حضرتك، يعني هو سؤال مبكر شويه، ولكن اكيد بمجرد ان حضرتك يعني بقيت موجود في المنصب ده بدات تفكر ازاي ممكن تطور او تحط خطه ممكن من خلالها تفيد كره السله الافريقيه والمصريه. بصي، هو انا هدفي مصر، يعني انا شغلي الاساسي في مصر. انا يعني نائب رئيس الرابطة على مستوى افريقيا، لكن انا مدير او رئيس المكتب في مصر، بس تمام. شغلي الاساسي في مصر. ممكن نشوف تجارب يتم تطبيقها في دول اخرى، يتم نقلها، او تجارب او افكار احنا عايزين نعملها هنا يتم نقلها برضو للدول الافريقيه. فهو الهدف ان احنا الباسكت كله يطلع في افريقيا. الناس الكوميشنر اللي هو المفاوض العام في الان بي اي، نتكلم احنا ما نخليش اللعبه الشعبيه هي كره السله. طبعا حلم كبير وطموح كبير، لكن ده هو ده الاساس. هل من حق المكتب او الرابطه نقل لاعبين للدوريات الاوروبيه او للدوري الامريكي؟ احنا بس مجرد مكان للانتقاء او اكتشاف اللاعبين. اه لو اللعيبه بتلعب في الانديه، دي حاجه ما بين الانديه وما بين انديه اوروبا او تمام. الانديه امريكا الجي ليج. اللعيبه الطبيعيه اللي هي بتنتقل عن طريق المدارس والجامعات، ده مستمره. لكن اللعيبه اللي احنا ان شاء الله يتم اكتشافهم او انتقائهم بعيدا عن الانديه، اعتقد ان هي دي النقطه اللي احنا ممكن نتكلم فيها. هل يتم نقلهم بقى عن طريق المكتب ولا لا؟ بس الكلام ده من الاستقرار عليه. انا بتمنى لحضرتك ان شاء الله التوفيق، ان شاء الله تكون خطوة موفقة تفيد بيها كرة السلة المصرية، واضافة طبعا حضرتك وجود في المنصب ده اضافة للام بي اي افريكا. ان شاء الله كل التوفيق، ان شاء الله يكون في حاجة حلوة وجديدة بعد المكالمة دي. اشكرك. ان شاء الله. شكرا شكرا اشكرك كابتن محمد عبد المطلب، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة.